تطلعات كبيرة ينتظرها الجمهور المغربي من لبؤة الأطلس ممثل العرب الوحيد خلال مونديال السيدات المقام حاليا بأستراليا ونيوزيلندا. والصحفيات المغربيات بدورهن عبرن عن حظوظ المنتخب النسوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا وتشريف كرة القدم النسوية والعربية في أستراليا. اللبؤات جهزت إن شاء الله للمباراة الأولى اللي هي المباراة اللي نقدروا نسميوها المباراة القفل اللي غتكون ضد المنتخب الألماني، وما كاينش هناك تخوف، هذا ماشي استصغار الخصم بقدر ما هو بعث روح الطمأنينة والسكينة في اللاعبات، وهو نوع من لا موتيفاسيون ومن تشجيعات، لاننا غنخوضوا مباراه عاديه. المطلوب فيها هو اننا نركزوا بشكل جيد ونلعبوا كره، وان شاء الله ربي غيجيب التوفيق ونتجاوزوا العقبه الالمان وندوز ان شاء الله للمباراه الثانيه والثالثه. لتبقى كل الحدود ممكنه رغم البدايه الصعبه امام بطل النسخه مرتين منتخب المانشافت كما يصطلح عليه بالمانيا. ذلك الطموح والرغبة الكبيرة من جانب يعني المدرب والعميدة في تحقيق يعني نتائج تشرف كثيرا الكرة المغربية والعربية وتوازي يعني الاستثمارات الكبيرة التي وضعتها جامعة كرة القدم بقيادة السيد فوزي القجاع لكي يعني لتأخذ كرة القدم المغربية يعني حقها من الإنصاف، من التتبع، من المواكبة، من التطوير. وبالفعل اليوم احنا كإعلاميين مغاربة يحق لنا أن نفتخر لأننا نرى المنتخب الوطني المغربي بين كبار العالم. يعني ليس من السهل أن تواجه ألمانيا وبطل العالم مرتين 2003 و2007. رفيقات غزلان الشباك يطمحن غدا للدخول في تاريخ كرة القدم النسوية على ملعب ميلبورن ومواصلة مسيرة أسود الأطلس بقطر، مستلهمين أبرز مقولة اشتهر بها وليد الركراكي: ندير النية.